إلى العراق، حيث أعلن فريق تابع للأمم المتحدة بعد زيارة له لمدينة الرمادي أن المشفى ومحطة القطار الرئيسية في المدينة دمرا بشكل كامل علاوة على آلاف المنازل. وأبلغ مسؤولون محليون الفريق الدولي عن دمار 64 جسرا وشبكة الكهرباء. المنسقة الأممية للعمليات الإنسانية في العراق ليز جراند قالت إن الدمار الذي شاهده الفريق في الرمادي أسوأ من أي مكان آخر في العراق، وخلص التقييم الذي أجري على مدار يومين إلى أن كل المباني الواقعة في المناطق الأمامية إما دمرت أو تضررت. وقال الفريق إلى وأشار الفريق إلى أن منزلا من بين كل ثلاثة منازل أو أربعة في المناطق الأخرى تعرض للأضرار. معي للحديث حول ما جاء في هذا التقرير الناشط الحقوقي العراقي ومدير المرصد العراقي لحقوق الإنسان سيد مصطفى السعدون. سيد مصطفى السعدون، ما تعليقكم على ما جاء في التقرير الأممي حول زيارته لمدينة الرمادي وحجم الدمار الذي عاشته هذه المدينة؟ نعم، بكل تأكيد يعني مدينة الرمادي لا تختلف أو ربما هي الأكثر تضررا من المدن الأخرى التي شهدت عمليات عسكرية، إن كانت صلاح الدين أو ديالى أو باقي مدن محافظة الأنبار الحلول وغيرها. هناك ما يقارب بين 3000 إلى 4000 منزل مهدم، البنى التحتية مهدمة بشكل شبه كامل. تحتاج المحافظة بحسب التقرير السنوي الذي أصدره المصدر العراقي لحقوق الإنسان إلى يعني أكثر من ملياري دولار فقط الرمادي لإعادة أعمارها. في هذا الوقت العراق لا يمتلك هذه المبالغ لكي يخصصها لإعادة الأعمار. إذن فما دور الأمم المتحدة في هذا الشأن تحديدا وفي تأمين مواقع محتملة لاستقبال المدنيين العائدين؟ يعني يا عزيزي، هناك دعوات كبيرة وكثيرة من المسؤولين الحكوميين وبعض السياسيين بضرورة أن يعود السكان محافظة الأنبار وتحديدا الرمادي إلى مناطقهم، لكن في هذا كيف يعودون لهم ومنازلهم مهددة؟ أصبحت كأنما الرمادي الآن كوباني العراق، يعني أصبحت أطلال مدينة. فكيف سيعود هؤلاء إلى المدارس وإلى المستوصفات الصحية والمستشفيات وإلى أعمالهم وهم لا يجدون أي شيء، مجرد ركام حرب لا أكثر. وبالتالي يعني الحكومة العراقية والمسؤولين الذين يدعون لعودة النازحين بأسرع وقت عليهم أن يهيئوا الأجواء المناسبة لهم قبل أن يعود. للتوضيح سيد مصطفى، للتوضيح، هل ألغت الحكومة العراقية رفع الحظر أو لدخول مدينة الرمادي وتأمين المدينة؟ وضع مدينة الرمادي الآن، هل رفعت عنه الحكومة العراقية الحظر للدخول؟ هل أصبحت المدينة آمنة لإدخال السكان إليها؟ يعني لا اعتقد ان كل المدينه هي امنه، او لا اعتقد انه الدخول لها سيكون عبر عده طرق، ربما في طريق واحد لكي يتمكن من عوده الناجحين بشكل ايجابي وبسلام، وحتى لا يستغل العناصر الغازيه تستغل عده الناجحين ربما يبذلون نفسهم او يستخدمون هذه العوده ذريعه ل إجراءات أو تفاصيل أخرى قد لهم خاطرهم، لكن أن يعاد النازحين في هذا الوقت أعتقد الوقت غير مناسب، حتى لأن أمنة المنطقة كالبنى التحتية بائسة لا يوجد شيء يمكنهم من العيش. فبالتالي وإن عادوا، في حال عادوا فأعتقد المدينة لن تكون فيها أي خطوة إعمار عن النازحين أن يشركوا إعادة إعمار مدينتهم قبل أن يعودوا إليها. طيب أخيرا سيد مصطفى السعدون، المنظمات الأهلية العراقية وأنتم واحدة من هذه استسمعني سيد السعدون، سيد مصطفى السعدون. نعم. سؤالي لك، المنظمات الأهلية الحقوقية هل يمكن أن تقوم بدور لتحفيز الحكومة العراقية على القيام بواجبها تجاه نازحي ومشردي مدينة الرمادي؟ نحن في المنصب العراقي لحقوق الانسان اللي هذه الجهه الوحيده التي نستطيع التحدث بلسانها، على دورنا هو توثيق ورصد
نقدم لحكومة إحصاءات، نقدم لحكومة أرقام بحجم الكارثة الموجودة في الرمادي، بحجم أعداد النازحين، ماذا يمكن أن تقدم؟ هذا قدمت في توصيات قبل أسبوعين أو ثلاثة لحكومة ومجلس النواب، وكذلك أيضا ستوصل إلى رئاسة الجمهورية. نحن هذا دورنا، ليس نحن منظمات خيرية أو منظمات لديها أموال، نحن كلنا نعمل بشكل تطوعي. على الحكومة أن تأخذ الاستشارة من عندنا وتأخذ المعلومة الصحيحة وتقوم هي بالتنفيذ المشاريع ورسم خطط إعادة الأعمال. نعم، شكرا جزيلا لك على هذه الإفادة. مدير المرصد العراقي لحقوق الإنسان مصطفى السعدون كنت معنا عبر الهاتف من بغداد.